جبت الحاجة؟ عيب عليك، انت عمرك قصدتني في حاجة وما عملتهاش؟ لا بس خلاص ماشي. يعني ايه؟ جبت ولا ما جبتش؟ عيب عليك انت عمرك. ما خلاص بقى، في ايه؟ ما تتعصبش، اوعى تتعصب. لخص عشان مش فضيلة. ماشي ماشي خلاص خلاص، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. هو انا واحد فيهم؟ طيب انا واحد. استنى بس، هو انت جايب لحد تاني نفس النوعية اللي جايبها لي؟ ما هو في واحد هنا برضه طلب نفس النوعية اللي انت. مالك، في ايه؟ متضايق ليه دلوقتي؟ انا زعلتك في حاجة؟ انا مش قلت لك يا حيوان انت ما تجيبش لاي حد نفس النوعية اللي جايبها لي؟ طب اعمل ايه يعني يا حاج؟ اعمل ايه؟ الشغل عايز كده. الشغل عايز كده، الشغل مش عايز كده. انا مش همسك حاجة حد ماسكها، الحاجة اللي امسكها ما كنتش حد ماسكها خالص، فهمت؟ تفتكر يالا هما بيتكلموا في ايه كده؟ بص يا ابو الصحاب، هي صراحة كده مزة. ما انا بقول كده برضه. انت بتبص عليا؟ الله يخرب بيتك على المزة اللي واقفة في البلكونة ده يا ابو الصحاب. ده فين دي؟ الله يخرب بيتك ياد، مش البنت دي اللي اخوها مسكك ومرمت بكرامتك الارض؟ ايوه هي يا ابو الصحاب. هو مالك فرحان ليه كده؟ علشان بحبها يا ابو الصحاب. على كده يالا، انت عندك قلب واحاسيس ومشاعر زينا كده؟ عندي طبعا احاسيس ومشاعر يا ابو الصحاب. هو مين في الدنيا ده يا ابو الصحاب ما عندوش احاسيس ومشاعر؟ عندي طبعا احاسيس ومشاعر، وبحس بالناس كلها وبحب الناس كلها، وقلبي طيب وجدع. بس اعمل ايه في الناس؟ الناس هي اللي واخده عني فكره وحشه يا ابو الصحاب، مع اني شخص جدع ومحترم وكويس وابن ناس. بس لحد هنا كده وستوب، كفايه عليك كده. طب انت عايز ايه يعني يا حاج دلوقتي؟ عايز يقول لي بس انت عايز ايه وانا هريحك. عايز ايه؟ انا قلت لك انا عايز حاجه ما يكونش حد يمسكها خالص، غالي والطلب رخيص كده. بقى انا فهمت انت عايز ايه. اللهم لك الحمد، اخيرا فهمت. اهو بص يا حاج بقى، التليفون ده مفيش اي حد في الدنيا دي كلها ماسك زيه. اهو يا حاج، ايه رايك؟ اي حيوان، انا همسك المعفن ده. طب تعالى لي بقى. طب ليه كده طيب يا حاج؟ ليه كده كسرت التليفون؟ ليه كده طيب؟ ولا بلاش هري بقى كتير معايا، وهات التليفون ورخص. حاضر يا حاج، حاضر. اتفضل يا حاج. ماشي تمام. ايه ده يا حاج؟ الحساب فين يا حاج؟ الحساب ده؟ الحساب ده اخر الشهر، ولا انت ليك رأي تاني؟ لا 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 لا، ولا تاني ولا تالت. لو مش عايز تدفع حساب التليفون يا حاج وادفع انا عادي، ولا يهمك ادفع انا. اتفضل يا حاج اتفضل. ماشي. اعوذ بالله من زبون. زبون يحرق الدم. تفتكر يالا الشنطه اللي مع الراجل دي فيها ايه؟ الشنطه دي ابو الصحاب اكيد فيها نسوان. فيها ايه يا ابو الصحاب؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ انت غبي يالا، هيحط في شنطه زي دي هيحط فيها نسوان؟ هيحط فيها نسوان ازاي يعني؟ تصدق حمار، والله حمار. انا ماشي مع حمار. يلا يا حمار تعالى ورايا. وطي صوتك يا بغ. في ايه؟ ايه ده؟ هو ايه اللي انت جايبه ده؟ ده تليفوني يا ابني، تليفون عادي. طب الف مبروك يا بابا، الف مبروك. ما تجيب ده اتفرج عليه. لا غلط عليك، ما ينفعش. لا مش غلط عليا، وانا قلت غلط عليك وما ينفعش. وانا بقى هقول لماما بس. يا ماما يا ماما. ولا خلاص، ولا يا لوقا. أم
امال فين الواد لؤي يا بابا؟ ما اعرفش. طب هو ايه اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده؟ حاجه ما تخصكش. ماشي. طب قول لي بقى، هو انت كنت بتعمل ايه على الكافيه كده؟ انت مش عارفك اصلا ان انا كنت قاعد على الكافيه. مفيش، كنت معدي بالصدفه وشفتك. كنت معدي بالصدفه وشفتني. ماشي، عايز ايه يعني دلوقتي؟ عايز اعرف هو ايه اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده؟ انا قلت لك حاجه ما تخصكش. ايه ده اللي انا شفته ده؟ ده تليفون ايفون صح؟ ها 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 ها. هتقول ايه بقى؟ ايوه تليفون ايفون، وانا اللي جايبه. عايز ايه بقى يعني دلوقتي؟ اكون عايز ايه يعني؟ انا عايز واحد زيه بس. نعم يا حبيبي، يعني انا بقالي اكتر من 4 اشهر بلم في حقه عشان تيجي انت عالجهز تاخده؟ لا يا حبيبي، ده انت بتحلم. طب خلاص براحتك يا ماما. يا ماما خلاص، يلا خلاص. الله يخرب بيتك. ماشي، قولي بقى عايز ايه بقى دلوقتي عشان نخلص. بص يا بابا، انا غيرت رأيي ومش عايز تليفون زي ده، انا عايز التليفون ده. ايه؟ طب التليفون ده اللي بقالي 14 بلم في حقه؟ طب انت كده بسهولة؟ ماشي، قول التليفون اهو. طب هات. يا كلب يا واطي، ده انا هعلمك الادب، تعالى. حبيب قلبي، فينك يا جدع انت من زمان؟ ده القلب عليك الدنيا كلها. يا عم انا موجود هنا من بدري، هو متعانى من بدري، كنت جيت هنا كنت هتلاقيني. طب احلى مسا عليك بقى. مذاكره السنه انت وهو في ايه؟ صدحتوني. ما تنزلني يا بابا بقى، ولا ما نزلني، ده انا متعلم من بدري يا بابا. هو انا برضه يا بابا فكني واللي بيفكني عشان عندي ساعه كوره دلوقتي. هو مين ومين اللي جاي في الساعه دي؟ انا اصحابي كلهم يا بابا جايين. طب مش هتنزل برضه؟ طب ما تنزلني انا يا بابا، ده انا متعلم من بدري. خلاص ماشي، هنزلكم انتوا الاثنين بس بشرط. شرط ايه؟ ايه هو الشرط؟ امكم ما تعرفش اي حاجه عن التليفون اللي انا جبته ده. لا طبعا مستحيل. خلاص يبقى مفيش بقى انتوا النهارده، وشوفوا مين اللي هينزلكم يا واطيين الدوهوه.